إن شاء الله هنبدأ هذا اللقاء مع الجزء المخصص للسادة الأفاضل أدباء وشعراء، فهنسمع الأستاذ طارق عبدون وهنشكره إن هو قريبا جدا هيوجد لنا على الساحة الأدبية في اسكندرية أحد الصالونات الجديدة اللي هنخليه يتكلم عنها ويعلن عنها. تفضل أستاذ طارق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعرف نفسي ولا؟ طبعا نرجو الالتزام بالهدوء عشان نسمع اللي يكون بيتحدث عن المنطقة. أنا طارق عبدون راشد من اسكندرية، عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة الثقافية بجمعية سي سيوا لمدرسة النجم النوبية في اسكندرية، ورئيس اللجنة الثقافية في النادي النوبي العام في اسكندرية، وإحنا مؤسسي منتدى أصالة للشعر والأدب في اسكندرية، وإن شاء الله مؤسس لصالون سي سيوا الثقافي إن شاء الله في تتشيم شهر واحد بإذن الله. هي إن شاء الله ندعو فيه شعراء النوبة وكل أي كيان نوبي إن شاء الله نجيبه في اسكندرية بإذن الله. ليا طبعاً في جامعة سيوة يعني يعتبر لقاء شعراء اسكندرية بيجوا فيه السبت الأول من كل شهر في جامعة سيوة والحمد لله. أقول حاجة عن النوبة الأول. ما زال الطفل الراحل عنك يربض عندي، يسكن نبضي، يجدو يغني وأيضا يبكي. ما زال الطفل يذكرني بأشياء باتت تؤلمني، بأشياء كانت تفرحني. ما زال الطفل وشاح اليتم يشتره اثنان، طفلان، طفل مات، طفل ظمآن، يصارع بضراوة مرض النسيان، يصرخ في نفسي ساعدني ساعدني، فد غبار الأمس عني، وفي أذني يوشوشني، أبدل أمي، أبدل دمي، حتى أبقى أنا عنه وتعاني. هقول حاجة من أعمالي أو آخر ما كتبت أو أحدث ما كتبت كما يقولون. ربض الروح إني أتوب، ربض الروح إني أتوب، سايبة جروح فيا تدوب، تطلع شمسي بلبس غروب، ويموت وردي بلمسة يدوب، ما هو جنس عشقي جنس ذنوب، شوق مجنون عقله بيتمنى، يدوق بالخوف طعم الجنة، يسمع صوت أغنية فرنة، يخبي الشيب بلون الحنة، ويبقى حضنك ورد وسنة، ويبقى الجبن إحساس وفضيلة، وأنا بتمنى أحضان مدتها طويلة، وأحلم جوه الحلم بحكاية ليلة، شبابي طارح سارح جوه خميلة، هو العمر إيه الليلة نعيشها جميلة. ما أنا في العشق ممنوع مرغوب، أنا في خيالي ظالم مغلوب، أشوفني عنتر بروح شيبوب، أعيش في زمن راح مسلوب، بس أحب ولو مش محبوب. شكرا. الله.
ممكن اضيف قصيده ثانيه ولا لا؟ ايوه عارف ليه؟ ايوه عارف انا لسه كنت دلوقتي بس مستني الحوار اللي بيحصل. نظرا لحضورك من اسكندريه وحضور خصيصك لهذا المنطقة، فانا طبعا بسمح لك بهذا العمل حضرتك والاستاذ ايمن، والاستاذ ايمن ان شاء الله برضك نفس النظام. اما بقى اللي جاي بقى من اسوان بقى هيبقى ليه متسع بكره خلص بقى. في مدقتي أستار أغنيتي فتعرت كل أشعاري، وتسللت لدهاليز مملكتي فهدت كل أسواري، وغزوت أحلامي وأمنيتي وحصحص سر أسراري، عرفت ما حبيبتي أنت رمتني إليك أقداري. فقل بالله يا أنت ماذا بي ظننت، إن باللحظات أسرت، إن بالنظرات سحرت، خدعت خدعت نعم خدعت، خدعت بلحظات صمت، فأبدا ما بقلبي سكنت. فقلبي طائر رحال مسافر يهوى يعشق كل جديد، قلبي دوما دوما سائر على أي قلب هو عنيد. قلبي قلب شاعر، قلبي غزلي عربيد، وقلبك أنت بليد المشاعر، قلبك يسكنه الجليد. لذا سألملم ألمي، أدلل قلمي، فأكتبك شعرا بلا عنوان، أكثر عندي أطهر قدي وأهرب من هذه الشيطان، وأدثر عشقي وأقوم شوقي، وأهرب من هذه الشيطان، وأعود ليومي وأعود لحلمي، وأعود أنا للأنا إنسان. الله أشكر شاعرنا وأستاذنا الأستاذ طارق.